الآن أصبح الناس على ثلاثة أنواع إلا من رحم الله، إما مشهور وإما يتابع مشهور وإما يريد أن يكون مشهور. المشهور ما هو من محارمك، المشهور ليس من محارمك، وشهرة لا تعني ذوبان الضوابط الشرعية، لا تعني إلغاء الحدود الشخصية، فلا تقبلي عليه بلا تردد ولا تتحدثي إليه بتودد. الله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في وقلنا قول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. أيتها الكريمة، ترى قلوب الحب خضوع بالقول، الوردات خضوع بالقول، الفيسات اللي تبكي ومطلع دموع ومطلع هذا خضوع بالقول. أيتها الكريمة اعلمي، وأنا أتكلم عن أختي وبنتي وزوجتي وعن كل واحدة عفيفة، اعلمي أيتها الكريمة أن حدود العلاقة مع الرجل مبنية على المرأة، فإن احتشمت توقف كل الرجال عنها، وإن سمحت فتنت كل الرجال. لذلك احذري منهم، احذري من الرجال. ليش؟ لأن ما فيه رجل